يسلموا بنتي. ليش ما جبتي شي شغلة تاكلي يا حبيبتي؟ انتي ما اكلتي شي لهلا. امي ضحي لك شي خمس دقايق، حاجة تكوني قوية، وعد مني ما رح اقول لحدا. حبيبتي انتي شو عم تحكي؟ خمس دقايق. انا طالعة هلا لعند بابا. عفوا بدي مي إذا بتريد. توفيق يلا اتصل بإيزيل فورا. عفوا مكن فضلنا المكان، نحن قريبين ولا المريض؟ ممكن نشوف هوياتكم؟ شو عم يصير هون؟ في حدا منكن شي بيقرب المريض من الدرجة الأولى بشكل رسمي؟ قالونا انه ما عنده قريبين. عنده قريبين شي ولا لا؟ اسمعني، نحن خايفين انه هدول الجماعة يلي طعنوا لرامز يجوا لهون كمان. نحن هون منشان هذا الشيء. ما تقلقوا بنوب، رح نكون عند الباب، نحن مهتمين بالقصة. تعي حبيبتي. شو امتى فقتوا؟ توفيق احكي لي شو يلي شفته. اخي في حركه كتير، عم بيطلعوا المرضى. رح يوقفوا شرطيين قدام غرفه العنايه المشدده وباقي الناس رح تطلع كلها. من بعد اذنك وانت كمان اطلع. كأنها مغيمه. مغيمه توفيق، انا لازم اقلق شيء. فيك تقلقي. على شو عم تدور؟ عم ينادونا من تحت، يلا بسرعة. Thank you.
على مشفى الأمان. نحن معه كمان. يلا اطلع. شيء غريب، ماني حاسس بشي بنوب. راح تقلي ليش اجيت لهون زيك؟ حبيت انهي الامور بشكل صحيح. انت بتعرف شو يلي عملته لقدرت اغلبك؟ وعدت حالي اني خلص ما عاد رح احس باي شيء. تعرف انه كل شيء كنت اعمله كذب بكذب، الضحكات كذب والمزح كذب وحب الحياه كمان كذب. كيف كانت هالكذبات بتعرف؟ وقت اخذت السكين وغزيته بقلبي قدرت ردلك اياها بنفس الطريقه. بعد هيك خلص ما عاد حط جواتي شيء، خلص التمثيل. تعرف شو كنت بعمل وقت بحس بشي؟ وقت بيطير عصفور مثلا، او وقت بشوف صورة حلوة او شي فيلم حلو، بعود بذاكرتي للقطة واحدة بس، وقت حملت حالك تركتني ورحت. شو قلت جواتي؟ اكيد رح يرجع وهو ندمان. بس ما اجيت، ما سمحت غير لهي الصورة انها تضل جوات قلبي. هيك قدرت أغلبك. وبتذكر شي تاني وقت بتطلع عليك، كنا مستندين على بعض بس ما بعرف وين كنا، ومحاصريننا من كل الجهات. كنت عم تصرخ بإذني هروب ونفذ حالك، وأنا قلك ما فشرت، لأ ماني هربان. يمكن أنا يلي رح خليك تنفذ هالمرة، بس ما رح أسمح بهالشي. ما رح اسمح لهالمشاعر، ما رح اسمح. هلا وانا عم بتطلع عليك ما عم حس تجاهك غير بالكراهيه والحقد والغيره. خليك نايم هون وانا خلص رح اتركك على طول. وهي انا طالع وماني حاسس بشي بنو. يا أخي رامز، يا أخي رامز. ما رح يخلوا حدا يفوت. شغلة مو عكيفون، انتو خليكن هون. تعالوا شباب خلونا ندخل من ورا. تعالوا شنكو، يلا. ما عادت عم حس بشي. سكيز، تعا خلص شغلك.
انت احسن واحد عنده؟ لا تقولا. خليك هيك. مستعد تموت مشان هالزلمة؟ شو؟ لا تعملها! أسد بعدي! بعدي! منيح اللي قدرنا نوقفه، قدرنا نوقفه إيزيل. مو نحن وقفناه، هي وقفته.